الطريق عبر الغرب والسودان أصلاً مسافة جاهزة. أعتقد بفتح لجب لذلك يمكن أن تعلق به الشوائب بسهولة، لذلك لا بد من تكون بشكل جيد قبل الصلاة. يجب عدم الإشعار من التمر عند مضى السفر واتزان الشعر التبييض مع مكان الطريقة للشراب، سواء بالتناول المباشر أو المشحون أو بالفضل عن سوء التمر بعد مشحون 24 ساعة. نفسك بحالة عبدالله بوي على المشحون.